مع استمرار الحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية على بلدتي كفرية والفوعة تستمر المعاناة، خاصة أن المساعدات الأممية التي يتم إدخالها لا تكاد تكفي أهالي البلدتين. تستمر معاناة أهالي بلدتي الفوعة وكفرية المحاصرتين في ريف إدلب من قبل التنظيمات الإرهابية، في ظل الصمت الدولي وتجاهل احتياجات البلدتين من المواد الغذائية والطبية. الحصار الذي أتم السنة ونصف أنهك أهالي البلدتين وأدى إلى انعدام مقومات الحياة الأساسية، فالمساعدات الأممية التي يتم إدخالها لا تكاد تكفي الأهالي المحاصرين بالرغم من النداءات الكثيرة التي وجهها الأهالي للأمم المتحدة. تحلنا الطريق مخنوقين. أربع معونات للمساعدات ولا معونات للفوعة والكفرية. حاليا وصلنا معونات ولكن غير كافي للبشر هاي اللي عم تنتصر وهي جوعانة بمعنى الكلمة. نتمنى من القائمين على العمل بالناحية للفوعة والكفرية أن نزيد الكميات هاي وتكون معونات أفضل من هاي. توزيع المساعدات الغذائية يتم بتقسيم سلتين غذائيتين لكل 9 أفراد، أي أن لكل شخصين أقل من ربع سلة غذائية لمدة تزيد عن 2 شهر، في حين أنه من الواجب أن يتم إرسال سلة غذائية لكل أسرة في البلدتين، الأمر الذي أثار احتجاجات لدى الأهالي ومطالب بالنظر في أحوالهم. يا جماعة أهل الخير، طيب هلا حصل شخص واحد يطلع كيلو 100 غرام واحد بالمغاز، طلعوا فيه احكوا له شو كيلو 100 غرام نص كيلو عبيش، كل 6 أشهر أنا بدي آكل هالعلمة على الطبخة هاي، ما بتاكلها ولد لحاله، ما بدي آكلها ولد طبخ له إياه، ما بيسكون. وين المعونات هاي؟ كل 6 أشهر تجينا معوني، اشو صار؟ ليش هيك عم نحن بدنا حل عسكري يا اخي؟ طيب حلوا لنا اياها، دبروا لنا اياها بشغله، دائما ما نضلل دوله وحكومه، نحن يا اخي يوم لهلا صامدين ولهلا الحمد لله بنشكر الله وبنحمده، لا المي لا الاكل. بدنا معونات، المعونات قليله، كل 9 معونتين، انه كل 9 أشخاص على معونتي عم يجيبونا، كل 4 أشخاص ونص على معونتي. نحن يا اخي لا بدنا معونات، لا بدنا شو، بدنا اللي يفتح يفتح الطريق، لان المي ما في، ايش استفدنا اذا اجت المعونات ومي ما في، لا في مي لا في شيء، ثياب الكبد كتران، الامل الجرف كل شيء كتران، يعني كل شيء امراض في هالدنيا عم بتصير عنا كتراني. وأشو طبت الطيارة مربح الأطفال بتاخد أطفال، لأنه بس مع الالتهاب الكبد بياخد، ما مع الالتهاب الكبد ما بياخد. طب هاي أطفال ما هي محتاجة لمربح، طب هاي بتطلع عن التهاب الكبد، هاي عيال نحن بس بدنا فقط الانتصار. التجاهل الدولي لمطالب أهالي البلدتين المحاصرتين يتماشى مع استمرار التنظيمات الإرهابية لتضييق الحصار في محاولة للنيل من صمود الأهالي، لكن ما لا تعلمه تلك التنظيمات الإرهابية بأن أبناء الفوعة وكفرية صامدون في مواقعهم متجذرون بأرضهم كأشجار الزيتون، لن ينال منهم أي إرهاب. للإخبارية السورية حسام الشاب. بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية عقد في مدينة شهبة بالسويداء لقاء جمع أهالي المدينة مع للبحث في واقع الخدمات. بمناسبة الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية عقد في مدينة شهبة لقاء وطني جمع الأهالي مع مسؤولي المحافظة، وتركزت مداخلات الأهالي على ضرورة محاسبة الفاسدين والخارجين على القانون وتحسين الواقع الخدمي من مياه وخبز وصرف صحي وتعليم، كما تمت مناقشة كافة التساؤلات والطلبات من قبل المديرين المعنيين. نحن بتعرف بأزمة، ونازم نحن كلياتنا نعطي الدولة، والدولة ما بتقصر ضمن الإمكانيات المتاحة. لقاء ممتاز جدا، كانت الناس عم تحكي من القلب للقلب، كان كل كلامهم من داخلهم وعم يشكوا همومهم. نتمنى أن يعود تشرين ويعود الانتصار لهذا القطر بهمة بواسل جيشنا العربي السوري. محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي أكد أن كل ما تم طرحه خلال اللقاء
سوف يتابع ضمن ورشات عمل ميدانية يقوم بها المحافظ بشكل دوري على المؤسسات. وجهنا لمتابعة هذه المشاكل والعمل على حلها بالسرعة الممكنة والنزول بشكل ورشات عمل لمتابعتها على أرض الواقع. هذا اللقاء اليوم عرض فيه بعض المطالب خدمية وأمنية وهذا الهاجس الأكبر لمواطنينا، لكن نحن لا نعد وعود، نحن هذا عهدنا في جماهيرنا بالتواصل، وعهدنا أن نقدم ما نستطيع من خدمات لهذه الجماهير. في المستقبل القادم سنقوم بتشييف الدوريات وستتلقى أي شكوى، وجاهزين لأي شكوى بأي ساعة من ساعات الليل والنهار، والكل يطلب الأمن وهو الحاجة الأهم حاليا، لكن الأمن جيد جدا، وضع أمني ممتاز. الوطن منتصر بالتأكيد بفضل هذا التلاحم الوطني، وما المطالب التي سمعناها من المواطنين في منطقة شهبة إلا تأكيد كان على أولها الانتماء الوطني لهذا الوطن، أولها هو الانتماء الأخلاقي، لأن الانتماء الوطني هو حصيلة ونتيجة طبيعية للانتماء الأخلاقي في هذه الأيام وفي هذه المرحلة. الالتقاء بالأهالي والتعرف إلى مشاكلهم بشكل مباشر يشكل دليلا على الاهتمام والعمل الجدي والسريع لمعالجة كل المشاكل التي يواجهونها. دفعة جديدة من المساعدات الغذائية الروسية تصل إلى محافظة القنيطرة. وصلت إلى محافظة القنيطرة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة الروسية إلى الشعب السوري المقاوم للإرهاب، وذلك تعبيراً عن دعم روسيا للسوريين جيشاً وشعباً ووقوفها بجانب القضية الوطنية التي يدافعون عنها. استلمنا اليوم مساعدات غذائية متنوعة مقدمة من الشعب الروسي إلى الشعب السوري، وسيتم توزيعها إلى الأسر التي تضررت من العصابات الإرهابية المسلحة والمقيمة على أرض محافظة القنيطرة. نأمل أن بالوقت القريب إن شاء الله سيعود السلام ويعم ربوع البلاد وتعود الحياة إلى طبيعتها. محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر توجه بالشكر للحكومة الروسية التي أثبتت ومنذ عقود إخلاصها وحبها لسوريا وقضيتها المقاومة. هذا كل ممتنانا ومبتغانا لصديقتنا روسيا بتوزيع هذه المساعدات القيمة. نشكرهم كل الشكر اللي عم يقدموا المساعدات لأشقائهم في سوريا، وألف شكر لروسيا. شكرا لمساعدتكم إلنا، شكرا لمساندتكم للجيش العربي السوري. تحية للأصدقاء الروس ولكل أصدقاء سوريا اللي عم بيساعدونا بأزمتنا. دعم روسيا لسوريا ما زال مستمرا في ظل دعم دولي للإرهاب بهدف النيل من الشعب السوري وأرضه، لكن حب الوطن سيبقى أقوى من الإرهاب وداعميه. نشاط موسع لأبناء الشهداء أقامته مدرسة الإباء الواقعة في حي الموكمبو بحلب. ضمن الخطط النشاطية التي تساعد على تنمية قدرات ومواهب الأطفال، أقامت مدرسة الإباء الواقعة في حي الموغامبو نشاطا موسعا لأطفال الشهداء الذين روت دماءهم أرض سوريا. وقد أشارت مديرة المدرسة إلى أن هذه النشاطات أقل ما يمكن تقديمه للأطفال الذين ضحى آباؤهم لحماية سوريا والدفاع عنها. هذا النشاط لأبناء الشهداء تحديدا أكيد كل أسبوع أو كل 15 يوم نوعدهم بنشاط. حاليا النشاط كان بمقر مدرستنا، هو نشاط لدعم النفسي، ورح نعمل فيه اختبار قدرات واختبار ذكاء للأطفال، وبدنا المدرسة ترعى 6 أطفال من أبناء الشهداء. النشاط القائم في مدرسة الإباء تم بحضور الكادر التدريسي وبمشاركة 70 طفلا وطفلة، عبروا من خلاله عن قدراتهم في أن يكونوا عناصر فعالة في المستقبل القادم لسوريا، وأنهم يصنعون من الأيادي الناعمة قوة في محاربة كل ما يرسم لبلدهم. نشكر مدرسة الآباء ونشكر كل مين ساهم بهالشي، نشكر الجميع اللي شاركوا بهالتفاعلات، والله يخلينا يوم تعلمنا كتير وانبسطنا كتير، مبسوطين وسوينا نشاطات كتيرة ولعبنا كتير ألعاب، لعبنا واستلينا وشعلونا الأغاني، اليوم انبسطنا كتير ولعبنا مع بعض، انبسطنا.
ولعبنا ست حفل ما تعاون تعاوننا معا انبسطنا تعلمنا انه لازم نغسل ايدينا وقت الطعام وقت الطعام وبعد الطعام نغسل ايدينا بالدم نبي سوريا. تضمن النشاط الرسم والأغاني والألعاب الكرتونية إضافة لمسرحية قدمتها شخصيات كرتونية، كما اختتم النشاط باختبارات علمية للغات والرياضيات قدمت الفائدة للأطفال.